فقط على تلفزيون الآن وسلسلة من الفقرات الطبية اللي تهمكم. موضوع فقرتنا الطبية لليوم رح نتكلم عن بقايا الأدوية البيطرية وأثرها على جودة المستهلك وأثرها على اللحوم وسبب هامي فساد اللحوم. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع رح نتكلم فيه في استوديو الآن. شاركونا آراءكم، معكم دكتورة عبير عبد الله، وصحتكم تهمنا.